مرحبا بيكم مره تانية في اولى فقرات الحلقه النهارده. فقره الصحافه الدنيا فيها ايه، من خلالها بنعمل جوله في الصحف المصريه، بنعرف اخر الاخبار وبنحللها مع ضيوفنا. النهارده معانا للتحليل الصحفي استاذ احمد حمدي الكاتب الصحفي بجريده البابا نيوز. صباح الخير استاذ احمد. صباح النور، منورنا. اهلا بيك حبيبي. خلينا نبدا جولتنا الصحفيه من جريده الوطن. الخبر الاول النهارده معانا بيقول الصحه تواصل تنفيذ مبادره السيسي لعلاج مليون افريقي في فيروس سي. مبادرة سيادة الرئيس للاهتمام بالصحة بشكل عام، 100 مليون صحة، والأفرع اللي بيهتموا بيها جدا في المبادرة دي خاصة طبعا علاج فيروس سي. المبادرة مكملة عشان تتنفذ في لمليون أفريقي كمان. احنا عايزين نعرف لغاية دلوقتي وصلت لغاية فين في مصر، ووصلت لغاية فين بره مصر. هو الحقيقة اللي وجودنا في أفريقيا ده دلوقتي دور كبير بيقوم به الرئيس خلال الفترة اللي فاتت دي منذ توليه فترة الرئاسة. فأصبحنا الوضع اختلف، بدل ما كنا بنبعت الدعم أو المعونة لأفريقيا بنبعتها لهم ونرجع، لا دلوقتي بنسلمها لهم، وبيكون عندنا ناس بتشرف على ما يقدم لهم من خدمات سواء رعاية طبية أو رعاية في المجالات الأخرى. يعني أصبح دورنا أصبح موجود، أصبحنا موجودين هناك بشكل كبير في أفريقيا. الوضع اختلف خالص عن ما كنا عليه خلال السنوات الثلاثين اللي فاتت من تجاهلنا للقارة دي، لأن القارة دي بالنسبة لنا دي أمن قومي لمصر بشكل كبير، فإحنا بنحافظ عليه. ومنذ تولي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أو من قبله كانت مصر بتقوم بجهود كبيرة جدا، وليس في الشأن الطبي فقط لكن في الشأن الزراعي والشأن الصناعي وكذا مجالات كثيرة جدا مصر متدخلة فيها هناك في أفريقيا. مبادرة فيروس سي مصر حققت إنجاز كبير قوي أشادت به منظمات دولية وعالمية في مصر، وقدرنا ان احنا نسيطر على المرض ده ونقضي عليه بشكل كبير. الكبد المصريين كان مصاب او عدد كبير قوي كان مصاب بالمرض فقدرنا نتغلب عليه. فدلوقتي بننقل التجربه دي لافريقيا، مش بافريقيا بس، ده في دول ثانيه يعني زي باكستان، مصر برضو بتقدم لهم برضو خبرتها في المجال ده. بس هم اكدوا اكتر على الجانب الافريقي، لانه امبارح كمان بعتوا وزاره الصحه والسكان اعلنت انه في فريق طبي ارسل بالامس لتشاد علشان يبداوا حمله الكشف عن فيروس سي. قبل تشاد كانت جنوب السودان، وفي وحده موجوده في جنوب السودان من شهر سبتمبر، ودي بتقدم الرعاية للمرضى اللي هناك، يعني بتقدم لحوالي 1000 مريض يتعمل لهم مسح شامل للأمراض الكبدية وتقديم العلاج ليهم، وبرضو التشاد وكذا دولة تانية هيوصلوا لحد مليون مريض بفيروس سي في أفريقيا كلها. طيب هل إحنا محتاجين في مصر حملات تانية للتغلب على بعض الأمراض غير فيروس سي؟ طبعا كاستمرار لمبادرة 100 مليون صحة، لأنه المبادرة طبعا واهتمام سيادة الرئيس بالصحة بشكل عام ملهاش علاقة بس بفيروس سي، ولكن هم كمان تطرقوا لأكثر من مرض زي مثلا سرطان الثدي عند السيدات، السمنة والتقزم عند الأطفال. في أمراض تانية متوقع أنه الفترة اللي جاية هيبقى فيها حملات كتير علشان نتخلص من الأمراض الموجودة عندنا في مصر؟ الحقيقة هي الدولة بدأت تحط إيديها على الأمراض اللي هي الخطيرة جدا. يعني عندنا الأمراض مثلا زي السمنة، يعني السمنة دي هي أساس الأمراض في العالم، لأن حوالي 70% طبقا للإحصاءات بتقول أن 70% في مصر مصابون بالسمنة. طيب المرض ده بيتولد منه أمراض كثيرة جدا، يعني أمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض السكري وأمراض شل الحركة، كل ده متولد من مرض واحد بس وتم التفات ليه. أنا يعني أنا شايف أن الدولة هتاخد خطوات جادة خلال الفترة اللي جاية في مواجهة السمنة والمضاعفات اللي بتقوم عليها من أمراض. يعني السكر مثلا تم مواجهته وبيتم توفير الرعاية ليه، وبيتم يعني حتى السمنة دي أساس، يعني مرضى السكر بيكون بدايتهم برضو السمنة.
تمام. هنروح لخبر تاني من جريدة أو من البوابة نيوز. الخبر بيقول أمام العدالة، حسم ولواء الثورة وفض رابعة أبرز محاكمات اليوم. تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة وإعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بفض اعتصام رابعة وإعادة إجراءات محاكمة تمام. وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بطرة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم في فض اعتصام رابعة العدوية. عايزين نتكلم أكتر عن الإجراءات دي، ونتكلم أكتر كمان عن التهم الموجهة ليهم واللي هيتحكموا عليها الفترة دي. هو لواء الثورة وحسم دول فصيل خارج من الإخوان المسلمين طبعا. وأمريكا وبريطانيا صنفتهم على أساس أن هم جماعات إرهابية لما قاموا به من عمليات إجرامية في مصر طبعا. خلال الفترات اللي فاتت، منها الهجوم على أكمنة، استهداف قضاء، استهداف أكمنة قوات مسلحة وشرطة ومنشآت عامة وأديرة. طيب كل فكرهم نابع اصلا من فكر سيد قطب، وحركاتهم وتصرفاتهم كلها بتستهدف هدم الدوله المصريه. تمام. الاجراءات اللي بتقوم بها الدوله، يعني حضرتك شفتي الاول عندنا اللي هي القضيه بتاعت فض رابعه. تمام. فض رابعه الاعتصام كانت شايفاه الناس، الدوله فتحت ممر امن لخروج المعتصمين، لكن في منهم كانت عناصر مسلحه واجهت بالسلاح، فهم بيواجهوا طبعا من ضمن طبعا التهم الموجهه ليهم اثاره الشغب والاعتداء على منشات عامه ومواجهه ضباط الشرطه والدوله بالسلاح. تمام. نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم. الخبر بيقول مصر وقبرص واليونان ترفض العملية التركية في سوريا. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية اللي عقدها أمس ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني على الالتزام بوحدة الدولة السورية وسيادتها واستقلالها، والتأكيد على دعم الدول الثلاث للمساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع. عايزين نتكلم أكتر عن أولا البيان المشترك اللي خرج، نتكلم عن الاجتماع الثلاثي اللي تم ما بين مصر وقبرص واليونان، والوضع الحالي في سوريا وكيفية حل القضية السورية. هو الاجتماع اللي تم بين مصر وقبرص واليونان ده جه في الوقت المناسب جدا في الرد على ما تفعله تركيا من عمليات لتغيير المنطقة في سوريا بشكل كامل. يعني تركيا ليها مطامع كبيرة قوي في منطقة الشرق الأوسط لحلم الخلافة المزعوم اللي هم عاوزين يعملوا رئيسهم. طيب اللي عايزة تغير المنطقة بتاعت شمال سوريا بشكل كامل، وهدفها الأساسي هو إن هو السيطرة على الأكراد أو بعدهم خالص عن المنطقة أو فنيهم بمعنى أدق، لأن الأكراد دول خلاف كبير قوي ما بين نظام أردوغان وما بينهم. طيب هل القمة الثلاثية دي اللهجة اللي أصدرتها واتكلمت بها بشكل قوي دي اصلا نابعه من، يعني احنا عندنا ثلاث دول، مصر واثيوبيا، مصر واليونان وقبرص ليهم دور كبير قوي وليهم دور تاريخي قوي منذ القدم، والثلاث دول دول يعني اللي هم بيفعلوه حاليا بيحجم الدور اللي بتقوم به تركيا من اطماع استعماريه في منطقه الشرق الاوسط. يعني تركيا ملهاش أطماع في سوريا فقط، لها أطماع في الشرق الأوسط بأكمله لعودة حلم الخلافة المزعوم. ايوه، لكن الاجتماعات اللي زي كده سواء كانت اجتماعات ثلاثيه او اكتر او اقل بيبقى دورها ايه في الحل السياسي للصراع القائم في سوريا؟ هو دورها بتوجه الصراع، يعني المفروض ان تحصل ضغوط اكثر لمواجهه العمليه العسكريه الوشيكه اللي ممكن تحصل الان في سوريا، في شمال سوريا، من قبل تركيا. يعني لازم ضغوط تحصل اكتر من كده، يعني هم قاموا بضغوط على تركيا وبيوجهوا العالم كله بيقولوا ان اللي بيحصل اللي بتفعله تركيا ده محاوله لزياده الارهاب ولزياده العنف وغير ومخالف للقانون الدولي اصلا ان هي دخولها بالشكل ده في شمال سوريا.
بعض النقاط برضو اللي تم مناقشتها في هذا اللقاء موضوع التطورات في مفاوضات سد النهضة، بالإضافة لطبعا القلق البالغ طول الوقت من أنه المحادثات بدأت تمشي في طريق مسدود زي ما الخبر بيقول. فنتكلم في الجزئية دي سريعا نتيجة أو بناء على هذا الاجتماع أو القمة الثلاثية. مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود والحكومة المصرية أعلنت ده بشكل كامل. لازم دلوقتي من حل دولي، في بند في الاتفاقية بينص على تدخل وسيط دولي، الوسيط الدولي تدخلت أمريكا أعلنت عزمها، فمصر وافقت ورحبت، أثيوبيا مش مرحبة وقالت إن احنا عندنا ممكن سابق ده سابق لأوانه وممكن نقعد تاني ونتفاوض ويكون في تفاوض أكثر. لكن البعض بيرى ان اللي ما تفعله اثيوبيا هو محاوله للهروب او لاخماد الموقف لحين الانتهاء من تخزين المياه او ملء السد بمعنى اصح. لكن مصر لن تمر هذه الازمه بسهوله، واكيد هيكون لها مواقف وضغوط دوليه خلال الفتره اللي جايه، من ضمن هذه الضغوط ما تحدث به في القمه الثلاثيه مع اليونان وقبرص. تمام، خلينا نروح لخبر تاني من جريدة اليوم السابع. الخبر بيقول سوق مصر يحاكي أكبر سوق للجملة في العالم. تفاصيل بسيطة من الخبر، الخبر بيقول أن الاقتصاد المصري بيشهد مجموعة من المتغيرات اللي بتهدف طبعا لإرساء قواعد جديدة. من شأن المتغيرات دي أنها تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في السنوات المقبلة، وده بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد. النقلة دي بتعتمد على تنظيم الصادرات المصرية وزيادة المنافسة في المنطقة. إزاي هيتم النقلة النوعية دي في الاقتصاد من وجهة نظر حضرتك؟ بالإضافة كمان أنا عايزين نتكلم أكتر على أنه بيحاولوا أنه يعملوا أو كان في مشروع كده ومقترح لهيئة التنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر أنه يفتحوا سوق في إحدى المدن الصينية. عندنا في مصر هنا السوق اللي هو الغير رسمي كبير قوي، واخد حيز كبير يصل 80%، يعني عندنا صناعات كثيرة قوي مش شغالة بطريقة رسمية وبالتالي ما فيش رقابة عليها، وممكن تكون بتقدم منتج جيد، مش معنى كده انها بتقدم منتج سيء، يعني ممكن حد بيصنع بشكل جيد بس مش موجود، يعني ما فيش رقابة بتشرف على ده، بيشتغل بغير مواصفات جودة تبع اللي هي بتقوم بيها وزارة الصناعة. طيب احنا دلوقتي ان انا اعمل سوق وادخل القطاع الغير رسمي ده بشكل كبير، في دول باكملها قامت على الصناعات الصغيره والمتوسطه منها الصين، بدات ان هي تعمل صناعات صغيره ومتوسطه وتشوف احتياجات الدول اللي حواليها ايه، او الدول اللي هي بتحاول تفتح فيها اسواق، يعني مثلا بتشوف دوله محتاجه ايه بتبتدي تصنعه لها وبتدي تبيعه لها وبتدي تصدره لها. فاحنا بنحاول نعمل السوق مصر ده هيكون نواه ان انا ابتدي اصدر للدول اللي حواليا اللي جنبنا، اشوف احتياجاتهم ايه وابتدي اصدر لهم، في نفس الوقت هجمع الاقتصاد الغير رسمي هدخله جوه السوق جوه اقتصاد، وهيكون ليه دور فعال كبير قوي، ابتدي انمي منه وابتدي احسن من الصناعه بتاعتي. لما يكون الاقتصاد الغير رسمي عندي جوه هبتدي اطور من صناعتي، هيكون في رقابه، ولازم بالتزامن مع ده لازم يتم اعاده هيكله المواصفات والجوده، لان عندنا في مواصفات شغالين فيها من زمن قوي لازم يبدا تطويرها طبقا للمواصفات الموجوده على المستويات العالميه وطبقا للاحتياجات الاسواق الاخرى، يعني اللي بيناسبنا السوق اللي بيناسبنا المنتج اللي بيناسبني انا هنا في مصر ما بيناسبش منتج مثلا في دوله ثانيه، ما بيناسبش مستهلك في دوله ثانيه، فلازم اشوف الاحتياجات ايه عشان ابتدي افتح اسواق في البلدان اللي حواليا. طب هي الفكره عندنا في المنتجات او نوعيه المنتجات ولا في كفاءه المنتج علشان نقدر ننافس بشكل قوي في السوق؟ مش الكفاءة، الاتنين مرتبطين ببعض، يعني أنا عندي لما يكون عندي كفاءة ويكون عندي منتج جيد هعرف هخش السوق، الاتنين لازم يكونوا مع بعض، ما ينفعش إن أنا يكون عندي منتج كويس بس أنا ما عنديش كفاءة إن أنا أسوقه، ما عنديش كفاءة إن أنا أجيب له زبون يشتريه. اللي بيحصل تقصد المنتج الجيد مع المنتج يبقى مناسب. مناسب ليه؟ للي انا عاوزه، يعني انا عايز مثلا انا مثلا عايز اصدر في افريقيا، لو احنا قدرنا مثلا ان احنا نصدر للدول بس اللي حوالينا هنتحول لنمر اقتصادي كبير قوي، وكل الدول او حتى النمور الاقتصاديه الكبيره اللي نشات عن طريق ان هو بيشوف اللي جنبه عاوز ايه وبيبتدي يبعته له. طب واحنا ايه اللي منعنا؟ اللي منعنا في عندنا الصناعه عندنا شويه بعافيه. الصناعه
صناعه، يعني ما فيش انتاج صناعي. والرئيس اكتر من مره قال الانتاج الانتاج الانتاج، مش معنى ان انا بشتغل، لا، الانتاج ان انا بطلع منتج، يكون عندي منتج فريد من نوعه. ماشي، بس ما هي احنا عندنا مصانع اتقفلت كتير، ليه ما يقعدش تاني فتح كتير من المصانع وتشغيل ايدي عامله؟ المصانع اللي اتقفلت كان ليها اسبابها، من بعد 25 يناير زادت المصانع فعلا اللي اتقفلت، لكن الدوله دلوقتي اتخذت اجراءات حاسمه، منها توفير قروض بنسب 5% او 7% لاعاده تشغيل المصانع دي، وابتدت في مصانع فعلا تشتغل، بس مش ده اللي المطلوب بمستوى يرضي ان انا اقدر اعمل تصدير بشكل كبير قوي. يعني احنا عندنا، يعني كنا قبل 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 2011 كانت عندنا التصدير كان اكبر من الفتره اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي. احنا لو قدرنا ان احنا بمجال التصدير نفتح اسواق ونصدر كتير قوي، العمله الصعبه هتزيد عندنا، بالتالي سعر الدولار هيقل، بالتالي مستويات المعيشه هتزيد، بالتالي الدخل كل مواطن هيزيد، بالتالي هيحدث حاله من النماء الاقتصادي، هتبان، هتظهر بشكل كبير. تمام. طيب نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم، وخبر أخيرا معنا النهاردة في جريدتنا الصحفية، بيتكلم على مسابقة التعليم للتقدم ل 120 ألف معلم. النهاردة بدأت المسابقة وبدأت تفعيل البوابة الإلكترونية للتقديم للمسابقة دي. طبعا الخبر حلو وخبر إيجابي أنه يتم تعيين 120 ألف معلم في كثير من المواد الدراسية، لكن الحقيقة محتاجين نتكلم أكتر عن تفاصيل الخبر ده ونتيجة تعيين 120 ألف. الخبر ده خطوة بسيطة قوي إن للدولة، لوزارة التربية والتعليم، لأن وزارة التربية والتعليم عندها أزمة كبيرة جدا، عندهم عجز 330 ألف معلم، بالتالي إن كل معلم بيكون عنده 6 حصص في اليوم، 30 حصة في الأسبوع. 330 عجز؟ 330,000 معلم. ياه، ده رقم مهول. ده أعلنته الوزارة، والرقم ده أصلا سببه إن ما كانش في تعيين خلال الفترات اللي فاتت، سببه إن في ناس كتير قوي من المعلمين طلعوا على المعاش، فحصل العجز ده. بالتالي المعلم بدل ما كان ياخد حصتين في الأسبوع بقى بياخد 6. بالتالي إن هو مستوى إن هو يشرح ويكون بكفاءة جيدة قوي للطلاب قل. مستوى ان هو يوصل معلومه قل، فبالتالي في شكوى من اولياء الامور. ده طبعا بالاضافه لانه اصلا المعلم يعني مش راضي الرضا الكامل عن الدخل اللي داخل له من التعليم او من التدريس، ف يعني كده بيبقى في ضغط في وقت انه المعلم بيدي او بيدرس فترات طويله، بالاضافه انه ما بياخدش مقابل تعبه ده او مجهوده بشكل كبير، ف الطاقة بتاعته لا هو قادر يخرجها نتيجة انه تعب، ولا قادر يخرجها نتيجة انه ما بياخدش مقابل كويس. بالفعل، يعني الاساس في اي، يعني هو بيقولوا ان انا عايز، لو عايز اعمل تنمية حقيقية يبقى التنمية الحقيقية مش معنى كده ان انا اعمل تنمية اقتصادية بس، لا، لازم يكون تنمية علمية. الاساس العلم، اي دولة بتبنى على العلم. العجز اللي حصل ده، يعني 330 ألف معلم، دي تعتبر كارثة، لأن ده بيضيع من حق الطالب في التحصيل الدراسي، بيضيع من حق المعلم، بيكون مجهود إضافي كبير قوي عليه. فبالتالي أنا مش كدولة كوزارة، هل الوزارة كانت ضامنة إن المعلم اللي بيخش بيدي 6 حصص بيوصل بكفاءة جيدة قوي؟ هي اتحلت الازمه دي بان هي زودت عدد الحصص على المدرسين. طب هل زياده عدد المعلمين او المدرسين لوصولهم ل 120 الف معلم زياده، او يعني هيتعين حل جزئي هيلاقوا الدخل اللي يغطي ده؟ يعني علشان الوزاره تعمل ده لازم تعوض. الوزاره مش هتلجا لخطوه تعيين 120 الف الا لما تبقى عامله حسابها على ده، الا لما يكون تم تخصيص لها ميزانيه ايوه للمعلمين دول ورواتبهم ودرجاتهم الوظيفية وطبقا للقوانين العمل الموجودة. هل ممكن نعتبر مثلا الخطوة دي خطوة أولى في أنها يعني بدأنا نمشي شوية ونشتغل أكتر في منظومة التعليم اللي كانت الفترة اللي فاتت متدهورة؟ هتقلل بشكل كبير قوي المشاكل اللي موجودة من الضغوط الموجودة على المعلم.
تمام. انا بشكرك شكر جزيل حضرتك نورتنا النهارده، وبشكرك على التحليل الصحفي استاذ احمد حمدي الكاتب الصحفي بجريده البابا نيوز، نورتنا. شكرا ليك. هخرج معاكم لفاصل، وبعد الفاصل نكمل باقي فقرات الحلقه النهارده، استنونا مره ثانيه.